يا تهانينا للذهبي سالم فاران المري، الله يعينك يا التوقيت في الفترة المسائية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية عاصمة الميادين ضمن انطلاقة هجني أصحاب السمو الشيوخ لهذا الصباح اللي يسن الإذاع، ينطلق بحفظ من الله ورعاية شوطنا الأول للقعدان عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة الكاس. من تتابعون هذه الانطلاقات، نذهب مباشرة مع انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لنجد في المقدمة والصدارة من يأتي مع المقدمة هجام. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في متابعة التدريب والتضمير. انتقل مباشرة إلى أدهم لهجن الشحانية سالم بن فران المري من يتابع الذهبي هذا الانطلاق ومن قدم لنا الإبداع في هذا الصباح مع الشوط الأول الرئيسي. يقدم لنا هذا الاسم والشعار مع المركز الأول ثالث المراكز. نشوف اللي في المركز الثالث من الجانب الآخر، هناك من ينطلق مباشرة في هذه اللحظات ويتقدم أدهم. مشاهدين الكرام، هناك اللي هو شاهين يتقدم بهذا التقدم الممتاز والمسار حالول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والتدريب، محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز من يأتي وينطلق مرموق لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري من يتابع هذا الشعاري مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع، رابع المراكز حبيب لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، محتل مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس، شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي من يرافق هذا الشعاري والانطلاق مع المركز السادس ومع المركز السابع. ثامن المراكز شاهين لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نشوف اللي في المركز التاسع، القادم المصير لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل البرنس من يتابع الشعار والتقدم الممتاز ويقدم لنا البصير. وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من مرسال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك المهيري بقيادة الخبير. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للشوط الأول الرئيسي للقعدان ليسن الإبداع بالفعل. سن الإذاع لنا عودة مع المقدمة، لنا عودة مع الصدارة مع المركز الأول. من يتقدم الجموع ويتقدم الجميع، هناك يأتي يدهم بشعار هجن الشحانية من يتابعه الذهبي سالم بن جابر بن فران المري، يتابع هذا الشعار والانطلاق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من قدم لنا الإبداع في هذا الصباح هناك مع الشوط الأول الرئيسي، يقدم لنا أدهم بالشوط الأول الرئيسي للقعدان بشعار هجن الشحانية بمتابعة أبو جابر الذهبي. المركز الثاني، ثاني المراكز هجام لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في متابعة التضمير والتدريب. ينطلق حالول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يتابع المسار ويتقدم أبو خالد ويقدم لنا حالول غير مع المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الرابع، شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا شاهين محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز ينطلق في هذه اللحظات ويأتي مرموق لجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتابع المسار والانطلاق. المركز السادس، سادس المراكز ينطلق في هذه اللحظات مرسال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك المهيري في متابعة التضمير. القادم الواصل حبيب لجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بو محمد من يقدم هذا الشعار. القادم شاهين
لجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة تضميره وصول وقدوم من المصير لجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل البرنس يتابع المساري والانطلاق والتقدم الممتاز للمصير الواصل شاهين لجن العاصفة غياث الهلالي في متابعة تضميره. هكذا النداء الثاني لنا عودة مع سكان المقدمة، لنا عودة مع المثلث الذهبي، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع الذهبي في مقدمة الشوط بشعار هجن الشحانية. يتقدم الجميع ينطلق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول أدهم من يداهم الصدارة، أدهم من يداهم المركز الأول باحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح هنا بشعار هجن الشحانية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بقيادة سالم بن جابر بن فرار المري في متابعة التضمير والتدريب. المركز الثاني ثاني المراكز ياتي حالول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابع الانطلاق لحالول محتل مع المرتبة الثانية. المركز الثالث من يتقدم هجام لسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل انهيان الصادق فضل الأمين، ولكن اللي غير اللي تقدم مرموق لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن جابر بن فران المري. وصل شاهين بشعار هجن الرياسة بقيادة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. القدوم الوصول والمنطلق مشاهدين الكرام المصير بشعار هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. وين الموقع سألتم؟ دخلنا أجواء الكيلو الأخير، لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الإبداع والانتصار. وهجن الشحانية تسيطر مع المثلث الذهبي مع المركز الأول بقيادة مشاهدينا الكرام الصدارة والمقدمة. أدهم مع البداية، أدهم مع المقدمة بقيادة سالم بن جابر بن فران المري في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ولكن مرموق يتقدم مرموق هنا مشاهدينا الكرام جابر بن سالم بن فران المري من يتقدم بشعار هجن الشحانية. المركز الثالث حالول لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الإبداع، لنا عودة مع التغيير. اللي تقدم وانطلق مع الصدارة مرموق، مرموق باحث عن الموقع المرموق في مقدمة الشوط، أدهم مع المركز الثاني. إذا هجن الشحانية تسيطر مع الانطلاق الأول والمسار الأول. هنا مشاهدين الكرام تهانينا والناموس، تهانينا والناموس للشعار الأدعم على الفوز والإبداع والانتصار. مرموق مع الصدارة مع الفوز مع الناموس، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية. هنا من يتابع هذا الشعار جابر بن سالم بن جابر بن فران المري. المركز الثاني أدهم لهجن الشحانية بقيادة الذهبي. المركز الثالث حاله لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية شاهين لهجن العاصفة. رابعا خامسا من أتى مع المركز الخامس المصير لهجن الشحانية. هكذا النتيجة للمرة الثانية على التوالي لهجن الشحانية، الفوز والانتصار مع الشوط الأول الرئيسي للأبكار والشوط الأول الرئيسي للقعدان. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول مرموق معلن الفوز والانتصار قاطع المسافة في زمن وقدره 9 دقائق ثانيتين جزئين من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحاني والتهاني لجابر بن سالم بن جابر بن فران المري. 9 دقائق ثانيتين 6 من الأجزاء أدهم لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث 9 دقائق 3 ثواني 5 من الأجزاء من أتى مشاهدين الكرام حاله لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هكذا النتيجة، تهانينا والناموس.